مہرجان القہوہ السعودیہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کافی ایگزیبیشن لگی ہے یہاں پر سعودی عرب کی. یہ ٹریڈیشنل لباس ہے جو سعودی عرب میں فارمر ہوتے ہیں نا, ٹریڈیشنل قہوہ جو ہوتا ہے نا اس کی نمائش ہے. اور یہ آپ کے سامنے جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں اس منظر میں آپ اس یہ جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں نا یہاں پر, ان خواتین نے جو کافی ہوتی ہے سعودی عرب کی, اس کافی کے دانوں سے پیس کر اسے قہوہ بنایا ہے, کافی بنائی ہے جو کہ آپ ٹریڈیشنل چھوٹے کپس میں دیکھتے ہیں نا. تو یہ چار پانچ خاتون بیٹھی ہیں اور انہوں نے کمپٹیشن میں حصہ لیا ہے. تو یہ اور سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تین جج, یہ ججز ہیں اور یہ ان سب کی کافی پی پی کر فیصلہ کر رہے ہیں کہ کون کس کو انعام ملتا ہے, کون پہلے نمبر پر ہے. جس طریقے سے یہ کتنی ہیں, دو چھ خواتین ہیں. تو یہ بہت بڑا ہال ہے, اس ہال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قہوہ سعودی جو ہے اور جو فارم ہاؤس ہیں یہاں سعودی عرب کے بڑے فارم ہاؤس ہیں ان کو مدعو کیا گیا ہے. یہ خاتون بیٹھی ہوئی ہیں, غالباً ان کا نام عائشہ بنت سلمان الغزاوی ہے, غزوانی ہے. یہ اپنے فارم ہاؤس کی کا تعارف کرا رہی ہیں, بتا رہی ہیں کہ ہمارے فارم ہاؤس میں کس طریقے سے کافی کو کافی بوئی جاتی ہے, اور صرف کافی نہیں بلکہ ان کے یہاں خاص طور پر مینگو کا بھی تذکرہ کیا ہے. كلها هذه كلها درج تحت التنمية وتطوير القهوة السعودية, ورش تدريبية للمزارعين ومورش تدريبية وغسية. فعلا لازم نشتغل معهم لتذليل الصعابي. ايش المشكلة؟ انا عندي مثلا 500 شجرة, انا ايش دراني كم اروي في الاسبوع؟ ولازم الناس مختصة تشتغل معهم عشان احنا نرفع الجودة ونزيد من الكمية. اذا زي ما تقول لي حلقة مشتركة بين الجهات المعنية وبين المزارع, بس الأساس في تنمية هذا كله هو المزارع اللي قاد من كل قلب الموية يعني, بالإضافة إلى استقطاب مستثمرين بدون يستثمرون في هذا المناطق. المزارع الحكومية يعتبر من الأدوات الحديثة للمزارع؟ أكيد يحتاج مستثمرين. كل الدول اللي كانت نامية وكانت فقيرة أصلا ما عندهم من النهض فيها, نهض فيها المزارعين بالإضافة, وجزء كبير 90% هم المستثمرين. وہاں یہ بہت بڑا ایگزیبیشن سینٹر ہے سعودی عرب میں, خاص طور پر جدہ میں یہ بنایا گیا ہے. اور یہیں پر نیوم سٹی ایگزیبیشن بھی لگی تھی جس کا منظر, جس کی ویڈیو میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ نیکسٹ ویک. بالاضافہ الى انه مراحل المعالجه للقهوه وغيرها, قلت لك انه مرحله الجوده 40% الين المزارع يقطف. ممكن اصور عادي؟ عادي عادي. هذه ايش لابس, الذهب هذه ولا فضه؟ سعودي عرب میں قهوه پیش کرنے کے لیے روبوٹ آ رہا ہے. 100 100 100 100. اهلا اهلا, صباح الخير. يا ذس از مازن, ما شاء الله تبارك. تعال تعال. ايش اسمك؟ ما يتكلم؟ لا ما يتكلم. اوكي, وانت بتتكلم يا سيد؟ ايش اسمك؟ بدر. فيصل. فيصل فيصل, ما شاء الله. فيصل يتكلم والروبوت ما يتكلم. یہ ٹریڈیشنل لباس ہے جو سعودی عرب میں فارمر ہوتے ہیں نا, کسان خاص طور پر, یا
साउथ उसका है ना, जिजान वगैरह का। और ये सर पे इसके क्या है? प्लांट है هذه زرعت في الجنوب، من الجنوب، بس هذه شجرة إيش هذه؟ أعشاب عطرية. طيب مو قهوة؟ افتكرت قهوة. ما شاء الله تبارك. شكرا لك. وهذه قهوة مش كده؟ نعم. هذا نص كيلو 100 ريال، هذا كيلو 100 ريال کا ہے یہ. زعفران بيج رايه بوكس كامل تاخذه هذا ب 92 ريال ايراني زعفران ايراني ايران كزعفران هي هنا بكرتون من خلف مش ريال بس هلا بالحلو هلا بالحلو ايش هو؟ هذا اعواد سكر نبات الزعفران هذا كوب الشاي ريال بس عود سكر بالزعفران بدل الاضرب بالسكر لا هذا سكر مضاف له زعفران سكر نبات الزعفران هذا العود بريال هذا في 24 عود يعني 24 ريال تاخذ هذا كامل 24 ريال يعني بدل ما تحط سكر تحط 90 ريال اوكي يعني اضافه يعني حلوه صراحه هذا شوف يا اخي حلو وطعم قبل وطعم الزعفران كمان نعم الزعفران منين؟ الزعفران سوبر نقي ايراني ايراني ها اوكي 24 ريال سكر نبات الزعفران فكرت بحاجة تتاكل ايه شكرا لك يا هلا ये زعفران की लॉलीपॉप है मुझे यहां से इन्होंने गिफ्ट की है और इसको अगर आप इंस्टेड ऑफ शुगर ना डालें सिर्फ चाय की प्यारी में इसको डिप कर दें और ये आपको शुगर का भी कंपनसेट कर देगी और जाफरान भी है इसमें देखो तो सही कहता है Overdose. قمت معها في ساعة تكبيرها والتهاليل يجني ثمار علوقها من زرعها وخل اجتماعك برجال الحلاحين اللي خيار المجتمع مجتمعها ولا تبدي الشف والعظام كالشير الا على رجل يحس بوجعها رجل اللي التفت على كل شابي لما شبرها شبر ولا ذرعها ومن الزمان اخذل عبر برها حين اللي منازلهم تهاوى بقعها يا فجعتي لا جيت بعض المداهير اللي شفتها عقب حي الرتاعة قصيدة طويلة جميل لكن الإشارة لأبو عبد الحكيم أن لها فن ولها ذوق الدلة ولا يستعجل فيها يعني ولا يستعجل فيها ويعني الاعتناء فيها الأولين ورحلتهم ترى قمت معها في ساعة تكبيرها والتهاليل يجني ثمار علوقها من زرعها وخل اجتماعك برجال الحلاحين اللي خيار المجتمع مجتمعها ولا تبدي الشف والعظام كالشير الا على رجل يحس بوجعها رجل اللي التفت على كل شابي لما شبرها شبر ولا ذرعها ومن الزمان اخذل عبر برها حين اللي منازلهم تهاوى بقعها يا فجعتي لا جيت بعض المداهير اللي شفتها عقب حي الرتاعة قصيده طويله جميل لكن الاشاره لابو عبد الحكيم ان لها فن ولها ذوق الدلة ولا يستعجل فيها يعني ولا يستعجل فيها
ويعني الاعتناء فيها الأولين ورحلاتهم overdose. اوكي یہ روبوٹ قهوہ پیش کر رہا ہے سبحان اللہ